نناقش قصة ما يعرف بنشيد الأنشاد، القصيدة الغزلية الإباحية التي نسبت للنبي سليمان. هذه القصيدة ما يسمى نشيد الأنشاد هو جزء من التلفيق اللاهوتي الاستشراقي. الكتاب المقدس الذي أمامك الآن هذا بين يديك باللغة العربية ترجمة عن اللغة الإنجليزية وليس عن اللغة العبرية. طبعاً أنا أنفي أن تكون هذه القصيدة يعني على علاقة بأي شكل من الأشكال بسليمان النبي.